الصورة من أكثر الوسائل تعبيراً وتوثيقاً للمشاهد والأحداث التي تمتد في آثارها من خلال الزمان والمكان، والتي تمدنا بقصص الشعوب وحضارتها وثقافتها، حيث تصل إلينا من خلال لقطة معبرة عن جماليات المكان وشخصيات ساكنيها. وانطلاقا من حرص الإمارة الباسمة على ترسيخ كل فن ينمي عقول الجمهور ويرتقي بذوقهم، أقام النادي الثقافي العربي في الشارقة معرضا فنيا بعنوان ضياء وظلال، حيث أصدرت دائرة الثقافة والإعلام بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب دليلا فوتوغرافيا شاملا يضم 123 صورة فوتوغرافية تعكس الحياة والمجتمعات. المعرض المثل هو حصيلة لأعمال عديد من المصورين المحترفين العرب من خلال احتضان اتحاد المصورين العرب، وقبل ذلك بتوجيهات أساسية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسم الذي وجه دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة في إنتاج كتاب عن هذه الأعمال من جهة، وتبعا لذلك نحن ندشن هذا الكتاب في هذه الأمسية والذي يتضمن هذه الأعمال الفوتوغرافية، ويأتي أيضا في سياق النشاطات المختلفة للنادي الثقافي العربي، ومن ضمن هذه النشاطات المعارض التشكيلية والمعارض الفوتوغرافية والمعارض الفنية على وجه العموم. على هامش المعرض أقيمت ندوة شارك فيها كل من الدكتور عمر عبد العزيز مدير إدارة الدراسات والنشر بالدائرة، والأستاذ أديب شعبان رئيس اتحاد المصورين العرب، والإعلامي الأستاذ خالد مسلط، حيث تضمنت الندوة المشهدية البصرية في تنويعاتها العربية الإسلامية وتقديمات ضياء وظلال. يأتي كتاب ضياء وظلال من بين فعاليات مهرجان الشارقة الفنون الإسلامية من تنظيم دائرة الثقافة والإعلام. طبعا شارك اتحاد المصورين العرب في هذا المهرجان بمعرض للصور الفوتوغرافية ضمت أعمالا لمصورين عرب من 18 دولة عربية. هذا المعرض يؤكد التعاون المستمر بين دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة واتحاد المصورين العرب، هذا التعاون الذي تترجمه الأعمال ذات اللمسات الإبداعية الساحرة لكي تكون حديث حقبة من الزمن الجميل في عالم باتت فيه عين المصور اليوم توثق كل ميادين الحياة.